النهاردة يوم من الأيام اللي ما بتتكررش كتير. عندي شغل خاص فاز الكريسماس تقريبا. عندي شغل النهاردة الصبح الساعة دلوقتي 9:30. المفروض ان انا عندي شغل عربيات، غسيل عربيات الصبح، وبعد كده عندي شغل سيكيورتي بعد الظهر. فانا خدت معايا، ما كانش شوية طبعا ان انا اجي، يعني كان لازم ان انا اغير هدومي من بره بره يعني. الحمد لله العربيه جت، هقول لكم اللي حصل في الفيديوهات اللي جايه. بس المهم ان انا خدت معايا النهارده حاجات كتير قوي. خدت معايا جزمه السكيورتي، وخدت معايا الجزمه بتاعه العربيات، وخدت معايا هلبس بدله النهارده تقريبا يعني. فاليوم النهارده طويل. المشكله بس ان الفرق بين الشغلانتين ساعه، يعني هخلص 4 في مكان، والشغل بتاع السكيورتي هيبقى في مكان تاني الساعه 5، والمسافه بينهم اصلا 50 دقيقه سواقه. فمش عارف اذا كنت هعرف اعملها ولا لا. الراجل قال لي بتاع السكيورتي، قال لي لو انت مش هتعرف حاول تبلغني قبلها. فخلينا الاول نروح نشوف موضوع العربيات دوت، وبعد كده نبقى نشوف موضوع السكيورتي. يلا بينا. وحشتيني يا غاليه. رجعت بالسلامه الحمد لله بعد تقريبا شهر ونص. الفكره بقى اوريكم حاجه عشان تعرفوا انا قد ايه بجد متغاظ. يعني الباشا اللي خبطني راكن جنبي وانا مش عارف اثبت اي حاجه عليه. دي العربيه اللي خبطتني، هتشوفوها الفيديوهات اللي جايه يعني في كل حاجه بالتفصيل. ده الباشا اللي خبطني، ده الاكسدام بتاعه، ولا الهوا ولا صلح اي حاجه. ده راكن جنبي كل يوم وانا جاي باخد عربيتي بشوف عربيته موجوده. لغايه دلوقتي لسه مش عارف اثبت اذا كان هو غلطان ولا لا، بس في كام حاجه كده بحاول اعملها وان شاء الله انجح يعني. فاستنى الفيديو الجاي بقى. طيب انا وصلت، اشوفكم بقى في البريك. يوم طويل، هيبقى يوم طويل. انا في البريك بتاعي. المفروض ان البريك دايما بيبقى مثلا نص ساعة او حاجة. النهارده عشان احنا طبعا ملخومين لخمة بنت لذينة، فالبريك 15 دقيقة بس. انا معايا اكل يعني، بس بسخنه في الميكرويف وقلت اخرج كده سريعا لان انا مش عارف اتكلم جوه من الصوت يعني وصوت المكن وكده. فالنهارده فعلا يوم طويل. لسه الساعة 1، فانا قدامي بريك ربع ساعة، وبعد كده المفروض ان انا اخلص الساعة 4. مش عارف بقى اصلا اذا كنت هعرف اروح حوار السكيورتي دوت ولا هكلم الراجل اعتذر له، يعني مش عارف الصراحة. ربنا يسهل بقى واليوم ده يعدي على خير. فعلا يوم طويل، كنت حامل همه من قبل ما يعني من فتره، من اول ما عرفت ان انا هشتغل سكيورتي النهارده كمان. بس يلا خير على خير. خليني اقول لكم كده سريعا احنا بنعمل ايه. يمكن حد يحب يفتح المشروع ده يعني مكان ما هو عايش او هنا. يعني مشروع فعلا حلو قوي يعني، بس محتاج راس مال محترم. احنا عندنا هنا 3 مراحل. اول مرحله اللي هي الفاكيومينج، اللي هو ان انت بتنظف جوه العربيه بالمكنسه وتشيل كل الديرت وكل الحاجات دي جوه يعني بره كده سريعا من جوه يعني، وبتنظف فعلا جامد يعني تحت الكراسي بقى وكل حاجه. دي اول حاجه. بعد كده تاني مرحله الغسيل نفسه بقى بتاع العربيه. انت خلاص خلصت الانتر اللي هو الجزء اللي جوه في اول مرحله. تاني مرحله بقى اللي هو التنظيف، انت بتنظف كل حاجه يعني، بتمسح بقى العربيه زي فوطه كده فيها صابون، العجل، الهود اللي هو الجسم العربيه كله يعني، بترشه كده بالميه عشان بس الموضوع يبقى فليكسبل. وبعد كده بتحط بقى زي بتاع كده بصابون وتقعد تلمع، وبعدها بترش بالميه بقى بحيث تنضف العربيه. دي تاني مرحله. وبعد كده تالت مرحله بقى بتجيلنا احنا اللي هو الجزء اللي انا شغال فيه ده بقى اللي هو المسح بقى. عندنا كده بتاع صفرة اسمها الشامي، دي عندنا 2، واحده بنمسح بيها الابواب من جوه اللي هي الفروغات اللي بين الابواب، والثانيه بنمسح بيها جسم العربيه لحد ما تتنشف. وبعد كده بيجي واحد ورايا بفوطه ثانيه كده ناشفه يعيد على اللي انا عملته بحيث يتاكد العربيه ناشفه. دول الثلاث مراحل اللي احنا بنعملهم هنا، بحيث بعد كده تلاقي العربيه بقى خارجه بتلمع يعني او بتبرق زي ما بيقولوا. الموضوع ده كله المفروض يخلص خلال 20 دقيقه، عشان كده هي اسمها ماجيك كار ووش، عشان هي بتتعمل بسرعه جدا يعني. بس ده كده فكره عن اللي احنا بنعمله يعني. الشفت غالبا او البريك قرب يخلص، انا هجري بقى عشان الحق واشوفكم بعد ما اخلص شغل غالبا يعني. الساعة دلوقتي 5:45. انا ما شفتش كمية العربيات دي يا جماعة عمري قبل كده. احنا عملنا النهاردة فوق ال 200 عربية. الاستراليانز تقريبا ما بيغسلوش عربياتهم يعني، بيكسروا تقريبا ولا ايه مش عارف. انا متأخر بس الراجل قال لي ما فيش مشكلة ممكن تركوا هناك على 6 يعني، والطريق حوالي 50 دقيقة أصلا سواقة. فأنا جري هروح هناك. بس النهاردة فعلا عملنا كمية عربيات رهيبة يعني. أنا المفروض الشيفت بتاعي بيخلص 4،
انا الساعه دخلت على 5 وانا قلت لهم انا عايز امشي. طب معلش خليك لاربعة ونص. طبيعي ان انا اصلا بمشي بدري اصلا عن معادي، بس النهارده عشان العربيات ومفروض يوم الجمعه اللي جاي الكريسماس، فكميه عربيات فعلا مهوله مهوله مهوله. انا ما كنتش متوقع كده، عمري ما توقعت ان انا اقعد لبعد الساعه 4 ونص. فانا هجري بقى على السنترال او المول اللي انا رايحه دوت يعني، واشوف بقى اللي هيحصل معايا كده. فيلا بينا. انا وصلت المكان حوالي فاضل 20 دقيقه تقريبا على مبدا الشيفت يعني. هغير هنا غالبا في العربيه لان انا ما اعرفش الحمامات فين، اول مره هنا فعلا. وطبعا المولات انتوا عارفين يعني الموضوع بيطول قوي في ان انت تلاقي ركنه وبتاع. انا معايا اللبس هغيره كده، البس تقريبا البدله اللي انا جايبها، البنطلون والقميص والجرافات، واطلع اشوف بقى ربنا مخبي لي ايه. المكان تقريبا عباره عن زي بولينج كده، فلو عرفت اصور فوق هوريكم، لو ما عرفتش هشوفكم بقى بعد الشيفت. فادعوا لي بقى الشيفت الطويل ده يخلص على خير، لان انا فعلا مسقط تماما خالص يعني. بس ما حبيتش اقول للراجل لا اول مره، فحبيته يثق فيا يعني. بس انا فعلا مرهق جدا جدا جدا، النهارده كان يوم طويل في العربيات. وصلت المول، طبعا منظري من ناي البنيله، اصلا مش عارف شكلي عامل ازاي. انا لبست وجريت بسرعه، لو لقيت حمام كده سريع انا اخش اظبط نفسي، ما عرفتش هروح اسلم نفسي ليهم. المول زحمه جدا، فالشيفت غالبا هيبقى بيزي يعني، خلينا نشوف. والمكان فوق اهو، واسمه سترايك وهولي مولي. سترايك ده مكان معروف كده هنا عشان البولينج، الناس بتلعب هنا في بولينج يعني. انا بكره نفسي بالقميص والجرافطه، ما بحبهمش خالص، حتى في الانترفيوهات ببقى كارههم، بس مجبر هنا ده كاستم كده لازم تلبسه. الراجل اصلا كان طالب بدله، بس انا ما عنديش بدله لمؤاخذه يعني، هو جاكيت بس كده. وخلينا نشوف بقى، غالبا هيلبسوني فيست عليه شعار المكان يعني اللي انا شفته، فاطلع فوق كده واشوف بقى. اسهل الشغلانات هنا ككاجوال يعني، فلوس مقارنه بالمجهود يعني. السكيورتي، الفلوس اللي انا اخدها في السكيورتي تقريبا نفس الفلوس او نفس الفاليو يعني انا باخدها في العربيات. بس العربيات انا فعليا بتفشخ في الساعه هنا، انت تقريبا واقف بس بتشيك على ايديهات وكده. خلونا نشوف يعني، بس انا من الكورس ومن الحاجات اللي انا شفتها مفيش ريسك قوي يعني. استراليا من البلاد الهاديه، مش هتلاقي حد مثلا دخل بيتهجم عليك وكده، وكمان احنا عدد تقريبا يعني. فلو حصل حاجه مثلا انا هيبقى معايا ناس بتساعدني، مش مثلا هلبس انا في الحيط ده او كده. مكان اهو سترايك هولي مولي. انا هخش جوه اسلم نفسي، اشوفكم على خير، ادعوا لي. اول شيفت اهو وانا واقف على الباب، اول يوم سكيورتي. انا بصراحه زي الراوندز في المكان، فانا هسيبكم بقى مع شويه لقطات كده من المكان. بتعمل راوند بتقف تبص على الايديهات، كان الموضوع فعلا سهل يعني مش صعب خالص. دلوقتي احنا بس بنعمل راوند كده في المكان فوق وتحت، متاكد ان الدنيا تمام، ما حدش سكران، ما حدش مبهدل الدنيا. اليوم خلص الساعة 10 وربع دلوقتي، الناس طبعا كالعادة يعني ما حدش خلص. على فكرة في انستنت واحدة، في حادثة كده حصلت جوه، اليوم ما كانش 100% تمام يعني. واحد كده كان سكران يعني، وصاحبة المكان جريت عليا قالت لي تعالى شيل. فرحت واتكلمت معاه وبالراحة كده، الراجل خرج يعني، بس كان وارد يحصل مشكلة.
والحمد لله مفيش حاجه حصلت يعني. اليومين دول الكريسماس خلاص يعني يوم الجمعة، النهاردة الأربعاء. الفكرة ان انا بكرة عندي شغل، بكرة الصبح عندي شغل برضو في موضوع العربيات ده، فمش عارف انا هصحى ازاي. انا فعليا مش شايف وجعان جدا جدا جدا. شايفين المنظر اللي ورايا؟ رايقين احنا بالكريسماس والانوار والحاجات دي كلها، انوار في كل حتة. بص المنظر، هي دي استراليا في الكريسماس. ناس ليها كريسماس واحتفالات وقعد مع الاهل، وناس تانية ليها شغل وشقة كده زي حالتنا. انا عرفت مكان العربية، انا كنت تايه بس مش عارف انا راكن فين كالعادة يعني، وسألت وعرفت المكان اللي انا راكن فيه فين يعني. فيلا لان انا فعلا خلاص سقط تماما يعني، لازم اروح وعايز اكل اي حاجة. بس انا كده وصلت الكار بارك. ده كده كان الفيديو بتاع النهارده يعني، اول يوم بتاعي كان عامل ازاي النهارده. اطول يوم فعلا تقريبا عدى عليا من ساعه ما جيت الولايه دي او ملبورن يعني. شغل الصبح وشغل بعد الظهر وسواقه، ولسه قدامي تقريبا ساعه تقريبا كمان قبل ما اروح. انا هوصل بيتنا تقريبا على 12 يعني، هحاول اكل اي ساعه كده اي حاجه قبل ما انام يعني، لان انا فعلا ورايا شغل بكره الساعه 10. وبكره فعلا هيبقى يوم الردم، لان بكره يوم الخميس اخر يوم قبل الكريسماس اللي هو هيبقى الجمعه 25 تقريبا. فكل الناس تبقى عايز تغسل عربيتها. الاستراليانز فعلا كسولين جدا يعني، لو عندنا في مصر تقريبا ما حدش بيغسل عربيته غير كل فين وفين، ولما بنغسلها بنفسنا، ما حدش بيودي، مش بتروح لحد عشان يغسل لك يعني. بس المهم ده كده كان فيديو النهارده. اليوم حبيت بس انتوا تشاركوه معايا، حبيت اوريكم الوجه التاني من استراليا، مش الوش اللي هو ضحك ولعب وهزار وخروج وسفر وما اعرفش ايه، لا في وش تاني برضه اللي هو وش الشغل والجد وكده. ده كده كان يوم النهارده. مش بقى تعملوا سبسكرايب للقناه من هنا، اتفرجوا على الفلوجات اللي فاتت من هنا، واشوفكم في فيديو جديد، وسلام.